السلام عليكم، أنا محمد غنايم. القصة بسيطة، أحدكم حفظه الله كتب نريد فيديو يوم الثلاثاء، ونحن في العادة ننشر كل يوم جمعة كما تعلمون، فأجبته هكذا محاولا تغيير الموضوع لأجد نفسي أنشر استطلاع رأي من يريد مقطع يوم الثلاثاء، فكانت النتيجة 93 نعم و7 لا. طبعا 7% كانت أنا وأحمد. لا تطلع أحمد صحيح، أنت ليش اخترت لا؟ شوف الكواليس تعرف لحالك. بعيدا عن المزح، صدقا أسعد الأوقات في يومي عندما أكون برفقتكم. إذا ترغب في متابعة مواضيع أكثر مما نناقش، فتحت حساب في منصة باز، وهي منصة تواصل اجتماعي عربية، سأقوم هناك بنشر مواضيع خاصة بتلك المنصة، بحيث لن أنشرها هنا في اليوتيوب، ستكون خاصة لتلك المنصة. إذا أحببت قم بتحميل التطبيق وتابعني هناك، وضعت لكم رابط التحميل في الوصف وأنتظركم هناك. المهم أخي في الله، كما تعلم الذكاء أنواع. مثلا شخص يكون ذكي دراسيا يكون متفوق في الدراسة، شخص ذكي اجتماعيا يكون متحدث ولبق في الكلام إلى آخره، صحيح. ولكن لو سألتك من هو الذكي ماليا، أعتقد أنه الشخص الذي يكون مقتنع تماما أن العطاء لا ينقص المال بل يزيده، صحيح. أحسنت، وهذا بالفعل ما طبقه الأخ حسن سليمان المعروف بأبو فلة. القصة باختصار أن الأخ حسن كان مع كل مليون مشترك يقوم بعمل به عطاء. مثلا عندما وصل إلى 5 مليون مشترك قام بجمع تبرعات لبناء مسجد وأعمال خيرية أخرى مع كل مليون كان يحققه. آخرها كان عندما وصل 10 مليون مشترك، كان عطاؤه جمع تبرعات لعلاج 1000 شخص مصاب بمرض الكاتاراكت. مرض الكاتاراكت أحبتي في الله هو عبارة عن ضباب في عدسة العين، ولعلاجها لها عملية. من خلال هذه العملية يتم استئصال العدسة الضبابية واستبدالها بعدسة صناعية. العدسة الطبيعية تسمح لأشعة الضوء بالمرور والتمركز على الريتينا، الجزء الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية يفهمها الدماغ، وبالتالي تفهم ما ترى أي تبصر. في مرض الكاتاراكت تصبح العدسة ضبابية، وبالتالي يتشتت الضوء المار ولا يتمركز في منطقة الإبصار في العين، وبالتالي لا يرى المريض بوضوح أو لا يرى إطلاقا. هذه العملية حبتي في الله يمكن إجراؤها وأن تخرج من المشفى في نفس اليوم. عملية بسيطة ولكنها معقدة وفعالة جدا، فعالة لدرجة أنها ترجع البصر للمريض، تخيل. أشرحها لك، يتم إدخال أداة بها نوع من الطاقة لتفتت العدسة الضبابية وتسحبها للخارج، ثم يتم إدخال عدسة صناعية تسمى الـ IOL، وبالتالي تستطيع هذه العدسة تركيز الضوء وبالتالي البصر. يعني تخيل صدقة بسيطة منك تجعل شخص يبصر، وكلما أبصر وتمعن في خلق الله أنت تؤجر، وكأنه شلال حسنات في ميزانك، تخيل. الأخ حسن بحمد الله حقق ما هدف إليه وأكثر مع أهل الخير، واستطاع أن يجمع المبلغ اللازم لعلاج 1000 شخص وأكثر ممن يعانون من مرض الكاتاراكت، وهذا شيء صراحة مؤثر جدا وأعجبني جدا، فأحببت أن أسلط الضوء على فكرة العطاء وأشكره على هذا العمل الذي صراحة يذكر فيشكر، وأدعو باقي اليوتيوبرز على الحظ على فكرة العطاء ودعوة متابعيهم إلى التبرع والتصدق. وضعت لكم في الوصف رابط التبرع الخاص بعملية الكاتاراكت، وطرق التبرع والعطاء كثيرة، ولكن إذا أحببت أن تكون جزء من هذا الخير تفضل. العطاء لا ينقص المال بل يزيده، اقتنع بهذه الجملة أيها الرائع. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فكل الشكر للأخ حسن على هذا العطاء وعلى ترسيخ فكرة العطاء لدى من يتابعونه، وأعتقد أن أكبر فئة من متابعينه من فئة الشباب الصغيرة، وبالتالي أن يرسخ هذه الفكرة لديهم أمر أقل من يفعلونه. المال أحبتي في الله هو رزق من الله، يعني ما تكسبه أنت الآن ليس من تفوق لديك، بل هو من قسم من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا الرزق لكي يديمه الله عليك هناك عدة أمور لا بد أن تفعلها، مثل الزكاة والصدقة. الزكاة تعرفها، يعني هي فرض من الله عز وجل ولها شروط محددة، مثل الحول والنصاب، تكون على رزق محدد مثل الذهب، الفضة، الأنعام، الثمار. أما الصدقة يا جماعة الخير، كلما قرأت عنها كلما تأثرت جدا، والله لو علمنا فائدة الصدقة لتصدقنا كل يوم. مثلا من فوائدها يقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. مصارع السوء هي الابتلاءات، مثل الهدم، الغرق، الحرق، التردي، مثل أن يتخبطك الشيطان عند الموت، مثل موت الفجأة، مثل كوارث
والحوادث التي تحدث كثيرا في أيامنا الحالية. فتصدقوا أحبتي في الله، فالصدقة يعني قد تكون بأقل الأمور أو أكثرها، يعني حسب مقدرتك. نادى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة على بلال وقال: نادي في الناس. ولما اجتمع الناس فوقف النبي وخطب عن العطاء والصدقة وأمرهم أن يتصدقوا عن مالهم. فقام رجل أنصاري ودفع شيء من لباسه وطعامه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلهل وجهه. فقام الصحابة يتعاقبون بالصدقة والإنفاق. فقال حينها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. فأبشر أخي حسن على هذا العطاء، وأبشروا يا من تصدقتم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يسعد عند إطعام الطعام، وهو نوع من العطاء. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أحبتي في الله، أي عمل صالح كان ما كان هو قرض لله حسن. الله عز وجل خالقك وإلهك يقول لك: أقرضني. تخيل، اعمل معروفا، تصدق، عالج مريضا، اكف اليتيما، اطعم حيوانا، اسقي شجرة. أي عمل صالح هو قرض لله حسن، سيعطيك الله أضعاف ذلك الأجر. تمعن في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سيعطيك شعور سعادة وطمأنينة في الدنيا لا يدركها إلا من عمل صالحا. أعرف شخصا يعشق الصدقة، كان يتصدق كثيرا حتى عندما كان طالب وفعليا يحق عليه الصدقة وقتها، كان يتصدق بكل ما لديه. هذا الشخص لم يدفع فلس واحد في تعليمه، كانت كل أموره ميسرة، سواء من سكن طلابي، من منحة جامعية، من مصاريف أخرى. وبعد 6 سنوات سألته، قلت له: يعني يا رجل، أنت كنت موفق جدا في مرحلتك الجامعية، ولكنني أراك الآن غير موفق يعني في عملك، ما السبب؟ والله قالها وابتسامة مغبونة: تكاسلت عن الصدقة ثم استهم ليعود لها. هو فعليا بكل ما تصدق لو جمعته سيكون قليل، ولكنه كان قرضا حسنا لله. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. شوف الكواليس تعرف لحالك. أوكي. برا. أنا هون الجندي المجهول يا جماعة الخير.